طيب خلي في مسافه ورا ماشي يا جماعه بعد اذنكم يا جماعه ورا يا شباب نعم ورا وفي اربع شباب صغيرين مشاهدي متابعي مباشر من مصر في كل مكان، زي ما حضراتكم شفتوا دخول الفنانة الكبيرة رهام عبد الغفور لتكريم طبعا الدكتور الكبير والفنان الكبير أشرف عبد الغفور. زي ما حضراتكم شايفين هنا نتواجد برئاسة الفنان القدير إيهاب فهمي باسمي أحد من هؤلاء الرموز صادق ومتفائل في عمله، فهو على المستوى الانساني ايضا شخص نادر. على المستوى الفني طبعا يعني اشرف عبد هرم من الاهرامات، يعني رمز من الرموز اللي احنا بنفتخر بيها، لوجد انجاز في النقابه اللي هو مليه بصمه فيها، يعني من اول ما جبنا نادي النقابه وهو كان في المجلس دوت من الذين بذلوا مجهود عظيم جدا جدا، لوائح النقابه، قوانين النقابه، هو كان أشهر واحد فينا في الحاجات دي. كان أشهر واحد فينا. المجهود العظيم اللي بذله في دار المسلمين. لذلك أنت هتلاقي لوحة على دار المسلمين أعطي الحق لأصحابه. اسم الأستاذ أشهر أبو فور موجود في اللوحة لأن ما بذله من مجهود في هذه الدار مجهود عظيم جدا، مشروع الإسكان، ما بذله من مجهود في مشروع الإسكان مجهود عظيم جدا، ما بذله لتطوير النقابة لخدمة الزملاء، للرعاية الصحية، للرعاية الاجتماعية، لا نعطيه حقه ويمكن نكون مقصرين كمان. يعني أنا يمكن الصورة الوحيدة اللي في النقابة صورتي مع الفنان الكبير أشرف أبو غفور، ويمكن لما أنا فكرت أنا وزملائي إن إحنا نطلق اسمه على القاعة في النادي واستغليت وجود بنتنا وأختنا ريهام أبو غفور علشان تحضر معانا اللوحه اللي حطيناها على القاع باسم اشرف أبو غفور، فهقول له انت موجود معانا ورصيدك معانا لن ينتهي. الاستاذ اشرف الله يرحمه انا عرفته اول معرفه ايه كانت في دور وكان هو بطل المسرحيه اسمها مدرسه الازواج للمياه، كنت جاي بديل للاستاذ نبيل الحلفاوي لانه كان عنده ظروف سفر وكده، فجيت اعمل يمكن لو ما كنتش التقيت من الأستاذ أشرف أبو غفور ما كنتش أعترف، لأن لقيت إنسان في منتهى الأخلاق والاحترافية وما حسسنيش أبدا بغربة، فحبيت المجال مختلفا، يعني لما كنت بدريت وأخر، لكن واقع الأمر مش أنا بس اللي أشهد لأشرف أبو غفور الله يرحمه، كل من تعامل معه، من هو أكثر الناس خلقا واحترافية فنان في الوسط الفني أو الأشرف الله يرحمه يا حسين النبي. لحسن حظي وانا في بدايه طريقي واحنا في البدايات
زينا زي اي مهنه، لسه بنبدا ولسه صغيرين ولسه ما عندناش خبره ولا تجربه، ولسه بندور على شكل لينا وعلى طريق نسلكه وعلى سلوك نتعرف بيه وبنتعلم وعاوزين نكبر وعاوزين نثبت نفسنا. في الفتره دي قابلت واشتغلت مع الاستاذ الكبير والفنان الرائع والانسان المحترم الاستاذ اشرف عبد الغفور. كنت انا لسه ببدا صغير خالص وهو كان استاذ اشرف عبد الغفور. ما كانش مهم العمل قد ايه، ايه اللي بيحصل فيه، لكن كان مهم انا بصيت على ايه وتعلمت ايه من هذا الانسان الرائع والفنان المحترم اللي عارف يعني ايه معنى كلمه فن فبيحترمه، وعارف يعني ايه ان الحكايه كل مش جزء، وانه عشان يبقى فنان محترم فبالتالي لازم يكون انسان محترم، عشان يبقى انسان محترم فيبقى فنان محترم فيحترم جمهوره. وده كان اول درس انا بتعلمه في حياتي، علمني حاجات كتيره جدا جدا الحقيقه، ان هي شكلت تفكير وبلان وطريقتي في شغلي في التعامل. يعني انا لو فيا النهارده حاجه كويسه بنسبه كبيره جدا الفضل فيها للاساتذه اللي علموني في بدايه الطريق، وكان اولهم الاستاذ اشرف عبد الغفور اللي كان مسلسل اذاعي وانا كنت بحب الاذاعه جدا بداتها صغيره، واستاذ اشرف كان استاذ الاساتذه في كل المجالات سواء في الاذاعه او في الفيديو او في السينما او في المسرح. وبعد كده اسعدني الحظ بيه واشتغلت معاه كمان مسرح. استاذ اشرف عبد الغفور سابني راس فني يشرفني ويشرف تاريخ الفن سواء في مصر او في المنطقه العربيه كلها. واحنا عايشين النهارده بالحاجات الحلوه اللي انت سبتها لنا، بالحاجات الجميله اللي انت علمتها لنا وتعلمناها منك. اشرف عبد الغفور او عبد الغفور محمد يرحمه الله فنانا وانسانا، كانت بدايه التعارف في اوائل الستينيات، كان من خلال مسرح التلفزيون اللي هو انشئ سنه 1962. انا في الوقت ده كنت في الاداره المسرحيه بتاعه مسرح التلفزيون ومساعد مخرج القاهره. الناس ابتدينا نحضر فيها من اواخر 66، وكنا هنبتدي في اوائل 67. حصل يعني نكسه يونيو 1967 توقفنا شويه وغيرنا المسرح. كان في الوقت ده احنا حريصين على انه كان اولا المؤلفين عاصم وفي مصطفى كامل، انا مخرج جديد، مؤلفين جداد، طب ليه ما نقدمش ممثلين جداد؟ ده بدايه تعرفي الى اشرف عبد الغفور او عبد الغفور محمد. حقيقي هو يعني